بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص التاريخ على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. معكم فايزة فيالة. إن شاء الله النهاردة هيكون موضوع الدرس بتاعنا بنتكلم فيه عن الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، ويبقى إن شاء الله لسه لنا درس تاني اللي هو آخر درس في المنهج ونخلص معاكم ونبدأ المراجعة. نبدأ على بركة الله في نواتج التعلم. المفروض إن بعد الدرس ده نكون ملمين بإيه؟ إن إحنا نقدر نحدد أهم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحضارة الإسلامية، ونوضح مدى تأثر أوروبا بالحضارة الإسلامية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ونستنتج خصائص المجتمع الإسلامي في ضوء القيم والأفكار السائدة في الحضارة الإسلامية، ونثبت إن المرأة كان لها أدوار متعددة ولها إنجازاتها. نبدأ كده مع بعض. أول حاجة، المفروض ان انا ابقى عارف ان النظام الاقتصادي اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي في الدول الاسلاميه كله قيم ومبادئ. القيم والمبادئ دي اخدها منين؟ خدها من الدين الاسلامي، من اسس الدين الاسلامي اللي كنا اتكلمنا عنها في الحصه بتاعت الحياه السياسيه. طيب، طبعا هو لما هيبدا ان يهتم بالناحيه الاقتصاديه في ضوء قيم ومبادئ، فيقدر يحقق استثمار أمثل لكل الموارد. طيب، نشوف مع بعض كده الحياة الاقتصادية عبارة عن الزراعة والصناعة والتجارة. الحياة الاقتصادية ركيزة من الركائز العامة في قيام الحضارة. يعني إيه؟ يعني لما أجي أشوف الزراعة والصناعة والتجارة هنلاقيها ساهمت بنصيب كبير جدا في الدولة الإسلامية وازدهار حضارتها. عندنا في الحياة الاقتصادية نبدأ مع بعض في الزراعة ونشوف مع بعض. أول حاجة، طبعا الفتوحات الإسلامية انتشرت فاستقرت الدولة، فلما الدولة استقرت بدأ المسلمين يهتموا بإيه؟ يهتموا بالزراعة. فعشان يهتموا بالزراعة عملوا مجموعة من الحاجات اللي هتساعدهم على إن هم الزراعة تزدهر. قبل ما نشوف الحاجات دي لازم نشوف مع بعض، هي الدولة الإسلامية لما بقى فيه فتوحات والدولة كبرت، إيه العوامل أصلاً المتوفرة اللي أدت لازدهار إنتاج الزراعي؟ طبعاً الزراعة محتاجة مناخ ومحتاجة مية ومحتاجة أرض، فالتلات حاجات دول متوفرين في الدولة الإيه؟ في الدولة الإسلامية. طيب، إيه نواتج التعلم اللي هنخرجها من الشريحة اللي قدامنا؟ إن مكتوب عندي هنا انتشار الفتوحات الإسلامية واستقرار الدولة، دي نقدر نقول عليها إيه؟ نقدر نقول عليها ناحية سياسية وعسكرية. يبقى إحنا هنربط بين الاستقرار أو الناحية السياسية والعسكرية وبين ازدهار الإيه؟ ازدهار الزراعة. طب يعني إيه ناحية سياسية وعسكرية؟ اللي هي قصده الفتوحات واستقرار الدولة. طيب، نشوف مع بعض كده مجال الاهتمام بتاع المسلمين بالزراعة. يعني احنا عرفنا دلوقتي ان في مقومات ادت لوجود زراعه، المقومات دي ان في ميه وفي ارض متوفره وفي مناخ. طيب، ايه بقى الجهود اللي عملها المسلمين علشان يخلوا الارض الكثيره دي والمناخ المناسب والميه المتوفره يستغلوا كل هذه المقومات ويعملوا بقى انتاج زراعي مفيش بعد كده؟ ايه هي اول حاجه؟ تطوير مشروعات الري. تطوير مشروعات الري، الدولة الإسلامية اهتمت بمشروعات الري اللي هي توفر المياه اللي لازمة للزراعة عن طريق إيه؟ يا إما إقامة الجسور، يا إما إقامة السدود، يا إما حاجة نسميها المقاييس، القناطر اللي هي بنسميها النواظم. الحاجات دي كلها تدخل تحت عنوان إيه يا شباب؟ تطوير مشروعات الري. طيب، دلوقتي أنا قدامي لما أقول إن من أمثلة قيام السدود السد اللي أقامه معاوية بن أبي سفيان. طيب، نربط ده ونطلع منه ناتج تعلم إن معاوية بن أبي سفيان دولة أموية، يبقى اهتمت الدولة الأموية بتوفير مياه اللازمة للزراعة من خلال إقامة إيه يا شباب؟ إقامة الجسور والسدود والسبيل اللي احنا بنقول عليه اللي هو ند مسال، اللي هو سد معاوية ابن أبي إيه؟ ابن أبي سفيان. طيب،
لما أقول قام المسلمون بتشييد المقاييس على الأنهار، يعني إيه مقاييس؟ مقاييس هي علامات بيعملوها على جوانب النهر بحيث يشوفوا مرتفعة المية، مستوى المية ارتفع ولا انخفض. طب هيستفادوا إيه من عمل المقاييس أو العلامات دي عشان يعرفوا المية زيادة أو ناقصة؟ ما هم دي على أساس المية كتيرة متوفرة هيزرعوا مساحات كبيرة. لو المية المقاييس مبينة إن المية قليلة فهيزرعوا مساحة صغيرة، فبالتالي يقدروا يحددوا الضرايب اللي الفلاح هيدفعها. يبقى احنا هنا يا شباب ممكن نربط حتة المقاييس بسؤال مهم، وهي ايه؟ إن هناك علاقة ارتباطية بين المقاييس وتحقيق العدالة الاجتماعية. طب ازاي المقاييس في علاقة بينها وبين تحقيق العدالة الاجتماعية؟ ده هو قصده ان لما هم عملوا المقاييس عشان يعرفوا مستوى ارتفاع منسوب المية، وبالتالي يقدروا يحددوا الفلاح هيزرع قد ايه، فلو زرع كتير هيدفع ضرائب، يبقى هنا تحقيق عدالة اجتماعية، ما يبقاش المية قليلة فما يزرعش فانا احدد عليه ضرائب نفس الضرائب اللي يدفعها لو هو زرع كتير. يبقى في علاقة ارتباطية زي ما احنا قلنا في الحتة دي. طيب بنقول هنا كما أقام العباسيون شبكة من القنوات ما بين نهر دجلة ونهر الفرات تعرف باسم النواظم. النواظم من كلمة نواظم يعني تنظيم توزيع المية، بينظموا من خلالها توزيع المية. طب ما أنا لما أنظم توزيع المية يبقى أنا عملت عملية إيه؟ تشييد استهلاك المية. يبقى أنا هنا الناتج التعلم في الجزء ده، وهي هناك علاقة ارتباطية بين النواظم وترشيد الاستهلاك. طب مين اللي عمل النواظم؟ الدولة العباسية. يبقى ممكن أشيل الكلمة دي اللي هي حتة النواظم وترشيد الاستهلاك، أقدر أحدد وأقول إن الدولة العباسية ظهر فيها ترشيد الاستهلاك، تمام كده؟ يبقى من خلال إيه يا شباب؟ من خلال النواظم. بيقول لك هنا وفي الأندلس أدخل المسلمون نظام زراعة المدرجات في الجبال. يبقى انا عندي حته هي الاندلس دي تم فتحها امتى؟ ده الامويين اللي فتحوا الاندلس. الامويين لما كانوا موجودين وعملوا دوله اسلاميه في الاندلس. يبقى انا برضو اقدر اربط ايه؟ اربط ان وجود الدوله الامويه بايه؟ ايوه، بتوزيع او بزراعه الايه؟ زراعه المدرجات في الجبال. ده بالنسبة للشريحة دي، عرفنا نواتج التعلم اللي فيها إن في علاقة ارتباطية بين المقاييس وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعرفنا إن في علاقة ارتباطية بين النواظم وترشيد الاستهلاك، أو بين ترشيد الاستهلاك والدولة الإيه؟ العباسية، على أساس إن تم عمل النواظم فين؟ في عهد الدولة العباسية. ده أول حاجة من إن المسلمين قدروا إن هم يعني يساعدهم على تطوير مشروعات الري. العامل الثاني هو الاهتمام بالفلاح ورعايته. الاهتمام بالفلاح ورعايته، يعني احنا هنا نتكلم يا شباب كل الكلام اللي انا هكلمه تحت كلمة الاهتمام بالفلاح ورعايته هنحط تحت عنوان الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي، يبقى انا عندي دلوقتي الاهتمام بالجانب الاجتماعي، نشيل كلمه الجانب الاجتماعي ونحط مكانها ايه اللي يديني نفس المعنى اللي هو الاهتمام بالفلاح ورعايته. طب تعال نشوف كده مظاهر اهتمام الدوله بالفلاح ورعايته. الدوله حرصت على الاهتمام بالفلاحين، فكان الامراء والخلفاء بيشجعوا الفلاحين وبيوصوا عليهم، بيوصوا عليهم عمالهم والناس اللي بيلم منهم الضرايب او بيجمعوا منهم الضرايب، وبيوصى عليهم اللي هو الوالي او العام، تمام؟ طيب ليه كده؟ لان ازدهار الزراعه وتحقيق الامن الغذائي مرتبط بالاهتمام بالفلاح. طب نشوفها ازاي؟ يعني مش فاهمين، هنفهم مع بعض. دلوقتي انا الفلاح هو اللي بيزرع، لو انا اهتميت بالفلاح فبالتالي هيبقى عنده اجتهاد اكبر ان هو يزرع بكميه اكتر، ويبقى عنده ضمير اكتر في زراعته، فبالتالي لما يزرع كميه كبيره من المحاصيل فهيعمل هنا ايه؟ هيحقق الامن الغذائي للبلد.
يبقى أنا عندي علاقة ارتباطية بين زيادة الإنتاج وبين الاهتمام بالفلاح، علاقة ارتباطية بين زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، الاتنين بيدوني نفس المعنى يا شباب. طيب هل الدولة اهتمت بالفلاح؟ اه اهتمت بالفلاح. طب أنا مش مصدقك إن هي اهتمت بالفلاح، اديني أمثلة. هقول لك أول حاجة إن كان الخلفاء العباسيين اتبعوا سياسة حكيمة تهدف إلى معاملة الفلاحين معاملة طيبة، عدم إرهاق الفلاح بالضرائب، ولما كان بيبقى فيه مية قليلة والمية مش متوفرة للزراعة فكانوا بيخففوا عنه الإيه؟ بيخففوا عنه الضرائب. طيب ده بالنسبة للاهتمام بالفلاح اللي هو الجانب الاجتماعي اللي قلنا عليه. الجانب الثالث اللي أدى إلى ازدهار الزراعة في الدول الإسلامية الاهتمام بالعلوم الزراعية. وممكن نشيل يا شباب الاهتمام بالعلوم الزراعية ونحط مكانها يديني نفس المعنى الاهتمام بالجانب العلمي. يبقى أنا عندي دلوقتي أرجع معاكم تاني وأفكركم بالنقطة الأولانية إن إحنا اتكلمنا على إن في عوامل أدت إلى ازدهار الإيه؟ الزراعة في الدولة الإسلامية، أو تنمية التطوير الزراعي أو التطور الزراعي من خلال إيه؟ مشروعات الري. هنشيل كلمة مشروعات الري ونحط مكانها الاهتمام بالجانب الاقتصادي. نمرة اتنين، الاهتمام بالفلاح ورعايته هنشيلها ونحط مكانها الاهتمام بالجانب الاجتماعي. نمرة ثلاثة، الاهتمام بالعلوم الزراعية هنشيلها ونحط مكانها الاهتمام بالجانب العلمي. طب نشوف كده الجانب العلمي ده أو العلوم الزراعية بتدي نفس المعنى اللي هو عبارة عن إيه؟ المسلمين لما كانوا بيزرعوا ما بيزرعوش كده بطريقة عشوائية، إنما كانت الزراعة بتاعتهم قايمة على علم له أصول وله قواعد زيها زي أي علم، حيث إن هم وضع المسلمين منهج علمي للزراعة. فعملوا إيه؟ أدخلوا مجموعة كبيرة من المحاصيل اللي تمت دراستها وتصنيفها. يعني شفتوا يا شباب؟ كمان درسوا التربة عشان لما يعرفوا أنواع التربة كل تربة لها نوع معين يصلح للزراعة فيه، فبالتالي يقدروا يستغلوا التربة دي أو الأرض دي أحسن استغلال ويطلعوا أحسن إنتاج. كمان عملوا إيه كمان؟ استخدموا نظام اسمه الدورة الزراعية. الدورة الزراعية دي إن هما ما بيزرعوا بنظام، يعني مثلا السنة دي هيزرعوا محاصيل من المحاصيل المجهدة للتربة زي مثلا محصول القطن على سبيل المثال، السنة اللي بعدها يريحوا الأرض مثلا ويزرعوا مثلا برسيم بحيث إن هي تعيد لها خصوبتها. يبقى إذا الدورة الزراعية دي عملية تنظيم لزراعة المحاصيل، فبالتالي هنا نقدر نقول إن كان بيحتفظوا بخصائص التربة وتفضل على طول فيها خصوبة، فبالتالي يطلعوا منها إنتاج أكبر ما يلوكهاش. طيب ممكن نقول كمان يا ولاد ان هم وضعوا تقويم لتنظيم مواعيد الزراعة. يعني هنا نقدر نقول التقويم ده اللي هو تقويم الفلاحين، السنة بتاعت الزراعة على الفلاح اللي بنقول عليها التقويم بتاع الفلاحين، السنة الزراعية اللي هي الخاصة بالفلاحين. اقدر اقول ان كان في تقدم في علم ايه هنا؟ في علم الفلك وعلم الحساب. يبقى لما يجيب لنا حاجة ويقول لي اهتموا بوضع تقويم لتنظيم مواعيد زراعة الأرض وخصوصا في مصر وقرطبة، أقدر أشيل كلمة تقويم دي وأقول إن كان هناك ازدهار وتقدم في علم الفلك وعلم الإيه؟ وعلم الحساب، وعلى وجه التحديد في أي دولة بالظبط؟ في دولة مصر وقرطبة، قرطبة دي اللي هي في الأندلس. كذلك أيضا أنشأوا مدارس زراعية، أهو شوفوا كلها ناحية علمية أهو. فده كله أدى إلى تطوير الإيه؟ تطوير الزراعة. يبقى أنا هنا في نواتج التعلم اللي أنا عرفتها إن أنا عندي هنا إيه؟ إن أنا عندي جانب علمي، وإن الزراعة كانت قائمة على علم كأنها علم بالظبط زي أي علم من العلوم الأخرى، وإن هما قدروا إن هما يزودوا إنتاجية الأرض. يعني أنا عندي في توسع أفقي وتوسع رأسي، خلي بالكم. توسع أفقي إن هما زودوا مساحة الأرض المزروعة، زودوا مساحة الأرض بقى إن هما يستصلحوا أراضي بأي طريقة، فده طبعا ده بنسميه توسع إيه؟ أفقي، إن أنا أزود مساحة الأرض المزروعة. زيادة الإنتاج اللي هو التوسع الإيه؟ التوسع الرأسي. تمام يا شباب؟ يبقى أنا عندي هنا لما أجي أتكلم على
تنمية الزراعة في الدول الإسلامية اتكلمت على ثلاث إيه؟ اتكلمت على ثلاث جوانب، إن اهتمهم بتطوير مشروعات الري، اهتمام بالفلاح، الاهتمام بالعلوم الإيه؟ بالعلوم الزراعية. تعال نشوف بقى أهم المحاصيل. أهم المحاصيل الخريطة، أنا ملخصة لكم أهم المحاصيل من الخريطة اللي قدامنا دي. لما نيجي نبص نشوف اللي هو مفتاح الخريطة اللي قدامكم ده أنا بشاور لكم عليه. طبعا هنا عندك كل محصول وعاملين له ايه؟ وعاملين له رسمة او علامة او رمز يعني. طبعا لو جيت اشوف وبص في الخريطة هلاقي اكبر نسبة من العلامات او من الرموز المرسومة اكتر اللي هي النخل، اللي هي النخلة يعني اللي قدامنا اللون الاخضر ده. يبقى معنى كده ان من اكثر المحاصيل التي انتشرت في ظل الدولة الاسلامية هو الاهتمام بزراعة الايه؟ بزراعة النخيل اللي هي التمر، بالإضافة طبعا لمحاصيل أخرى زي القمح والكروم وقصب السكر والزيتون إلى آخره. طيب نشوف مع بعض كده، احنا كده خلصنا الزراعة، تعال نشوف سؤالين كده عشان نشوف مدى استيعابنا للشرح. تزامن اهتمام المسلمين بالزراعة مع، يعني ايه تزامن؟ يعني في نفس التوقيت اهتموا بالزراعة لما ايه؟ لما كانوا حاجتهم لبناء مراكز تجارية ولا استقرار الدولة الإسلامية، إقامة المشروعات الزراعية، إصدار الصناعة بالدولة الإسلامية. طبعا أنا ربطتها بإيه؟ استقرار الدولة الإسلامية. زاد اهتمام الدولة الإسلامية بالزراعة ومشروعات الري بعد فتح كل من، تفتكروا يا شباب هما اهتموا بالزراعة أكتر وبمشروعات الري لما فتحوا مين؟ بدام قال لي ومشروعات الري يبقى في انهار. طب مين اكتر دولتين متوفر فيها الانهار؟ هل هي العراق ومصر ولا تونس والاندلس، مكة والشام، بلاد فارس والهند؟ طبعا العراق وايه؟ العراق ومصر. نتج عن اقامة العباسيين النواظم، واحنا عرفنا النواظم بتاعت العباسيين اللي استغلوها في تنظيم ايه؟ تنظيم المي. يبقى لما اقول هنا نتج عنها تنويع الانتاج الزراعي، زراعة المدرجات في الجبال، ضبط موارد المياه، العدالة في فرض الضرائب. طبعا هنا ضبط موارد الايه؟ موارد المياه. ندخل بعد كده في المجال الثاني من المجالات الاقتصادية وهو مجال الصناعة. طبعا الإسلام بيحث على العمل، والإسلام جعل العمل ده عبادة بيتقرب بها العبد إلى رب. وازدهرت الصناعة في الدولة الإسلامية بسبب عدة عوامل، كل المقومات اللازمة للصناعة كانت متوفرة في الدولة الإيه؟ في الدولة الإسلامية، بالإضافة بقى للمقومات دي رعاية الخلفاء. رعاية الخلفاء، يعني أنا عندي مقومات الصناعة هنا، مقومات معظمها هنا في الشريحة بتاعتنا مقومات بشرية، مقومات بشرية. طيب نشوف مع بعض كده ان الصناعة اتعرفت من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسلمين الاوائل ضربوا اروع الامثلة على اتقانهم للصناعة. وانتوا عارفين الاحاديث وعارفين ايات القرآن الكريم اللي بتؤكد على ان بتحث المسلم وبتحث الصانع على الاتقان الصنعة. فاعطيني هنا امثلة بتؤكد لي على ايه هنا يا شباب؟ بتؤكد على ان بداية اتقان الصناعة في الدولة الاسلامية كان في عهد الرسول، منذ عهد الرسول، مش بس من الامويين او عباسيين، لا ده من ايام النبي عليه الصلاة والسلام. كان عندي امثلة زي الخباب بن الارض كان حداد، وعثمان بن طلحة كان خياط، والخليفة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني الراشدي اهتم بالتصنيع الحربي، وعثمان بن عفان اهتم بصناعة السفن أو الأساطيل الحربية. ده هنا يا شباب ايه نواتج التعلم اللي أنا أقدر أستنتجها غير الناتج اللي طلعناه اللي هو إتقان الصناعة بدأ منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في عندي في الشريحة اللي قدامنا دي في نواتج تعلم تانية، يعني أجي عند الخليفة عمر بن الخطاب ده ماشي وطلع ناتج وهو مادام اهتم بالتصنيع الحربي استنتج على طول ان ده دليل على اتساع حركة الفتوحات الاسلامية، فكان لازم يهتم بالتصنيع الحربي علشان يقدر يعمل الفتوحات. طيب استنتج ايضا
في حتة معاوية بن أبي سفيان بصناعة السفن اللي كان أصلا والي على الشام في عهد الخليفة عثمان بن عفان، إن هنا تم تصنيع أول أسطول إسلامي فين؟ في بلاد الشام. اشمعنى جبتها منين؟ جبتها من معاوية، لأن معاوية اللي أشار على الخليفة عثمان إن يبقى لابد من تصنيع السفن الحربية عشان عدونا اللي هي الدولة البيزنطية، نقدر إن إحنا إيه؟ نقدر إن إحنا ندافع عن الدولة الإسلامية من خطورتهم. فأنا أقدر أطلع بدل كلمة معاوية أعرف على طول إن هو كان والي على الشام، يبقى أول أسطول تم تصنيعه كان فين؟ في بلاد الشام. طيب، طب في عهد مين؟ الأمويين ولا العباسيين ولا مين؟ في عهد الخلفاء الراشدين. ليه؟ لأن قلت عثمان ابن عفان. تمام كده؟ يبقى أنا عندي تصنيع الأسطول، ممكن أقول في عهد الراشدين وأشيل كلمة الراشدين أحط مكانها عثمان بن عفان. ممكن أقول كدولة بقى أو كمدينة، أسفة، كمدينة أقول في مدينة الشام، شلت الشام وأطلع مكانها مين؟ معاوية بن أبي سفيان. طيب نشوف مع بعض كده. يقول لك هنا وفي العصرين الأموي والعباسي اخترعوا المهندسون المسلمون المحركات لرفع المياه، والتقدم الصناعي اللي ظهر في الدولة الإسلامية كان سبب من أسباب قيام الثورة الصناعية في أوروبا في العصر الحديث. طيب نقدر نستنتج من هنا يا شباب ناتج من النواتج اللي بتجيلي في الامتحان؟ آه أقدر. أول حاجة محركات لرفع المياه ده هتفيد إيه؟ ده هتفيد حرفة الزراعة. يبقى أنا أستنتج إن ازدهرت حرفة الزراعة في العصر الأموي والعباسي من ضمن الأسباب غير اللي خدناها في الزراعة، وهي ها أيوة تقدم الإيه؟ التقدم العلمي أو تقدم علم الهندسة أو وجود المهندسين اللي هم عملوا إيه؟ اللي هم اخترعوا محركات لرفع المياه. فإذا قدرنا نوفر المية بصفة دايمة لإيه؟ للزراعة. حتة التقدم الصناعي فين؟ في الدولة الإسلامية أدى إلى ازدهار أو قيام الثورة الصناعية. أقدر أقول هنا ناتج عليها ده دليل على وجود تواصل حضاري بين الدولة الإسلامية وبين أوروبا. ما هو لو ما كانش في تواصل بينا ما كانوش هيعرفوا حاجة عن الازدهار اللي وصلنا له في دولتنا الإسلامية، ما كانوش هيستفادوا منه ويعملوا ثورتهم الايه الصناعية. طيب تعالوا نشوف كده ازاي المسلمين نظموا الصناعة. اذا نظموها ازاي؟ بيقول لك هنا مع تزايد انتشار الحرف والصناعات بالدولة الإسلامية ظهر الايه التوزيع الاجتماعي. يعني ايه ظهر التوزيع الاجتماعي؟ قصده يا شباب ان لما بقى في تنوع في الصناعات نشأت بقى هنا ايه نظام النقابات اللي هي كان زمان اسمها طوائف الحرف، ان كل مهنة اصحاب المهنة دي كانوا بينضموا وبيجتمعوا في نقابة او في طائفة وتسمى باسم الصنعة اللي هم بيشتغلوا بيها، وكان على رأس هذه الطائفة شيخ الايه شيخ الصناع اللي هو بنسميه اللي هو ايه كبير الصناع، الشيخ الصناع او امين الصناع. له اكتر من ايه؟ له اكتر من اسم. يبقى انا عندي دلوقتي دي طوائف الحرف. طيب اقدر استنتج من كده ايه بقى نواتج التعلم اللي تجيلي في الامتحان في الحته اللي احنا شرحناها دي؟ نواتج التعلم ان اكتر حاجه كانت منظمه في الانشطه الاقتصاديه، لما اقول كلمه انشطه اقتصاديه فكركوا تاني اللي هي ايه؟ الزراعة والصناعة والتجارة، دي أنشطة اقتصادية. أكتر واحدة من الثلاثة كانت أكثر تنظيما هي حرفة الصناعة أو نشاط الإيه؟ النشاط الصناعي. الدليل دليلي إيه؟ دليلي إن كانت مقسمة، كل حرفة مقسمة إلى طائفة وبيرعاها شيخ الطائفة. تمام؟ طيب يبقى إذا حرفة الصناعة تميزت عن غيرها من المهن لأنها منظمة أكثر دقة. تمام؟ أصبح لهم تنظيم خاص بالمهنة بتاعتهم بسميه تنظيم مهني. طبعا ده ساعد على إيه؟ التنظيم ده ساعد على إيه؟ ساعد على تطوير الإنتاج الصناعي.
نشوف مع بعض كده دور شيخ الطائفة، وظيفته كانت إيه؟ اللي كان بيبقى مسؤول قدام المحتسب، كانت وظيفته إيه؟ وظيفته إن هو بيساعد الحرفيين أو الصناع، وبيحافظ على أسرار المهنة، وبيحاول يطور الإنتاج الصناعي، وفي نفس الوقت هو اللي بيقدر الأسعار والأجور وأيام العمل إيه وأوقاته والأجازات والحاجات دي. يعني هو المنظم، منظم لهذه الإيه؟ لهذه الحرف الإيه؟ الصناعية. طيب شوف مع بعض كده أهم الصناعات، وهي صناعة الغزل والنسيج. طبعا صناعة الغزل والنسيج أكتر حاجة كان المسلمين بيصنعوا منها الملابس، وهو الإيه؟ الكتان. طبعا هنا الكتان انتشر في مصر، يبقى معنى كلمة إن هو انتشر في مصر يبقى كانت زراعة الكتان منتشرة في مصر، أو اشتهرت مصر بزراعة الكتان، وخصوصا إمتى؟ في العصر الإخشيدي والعصر الفاطمي. واشتهرت أيضا صناعة الحرير، والحرير طبعا بيبقى هنا أشجار إيه؟ أشجار التوت. شوفوا يعني الكلام اللي قدامكم ده بتطلعه الكلام المستخبي اللي بيديك نفس المعنى. طب صناعة الحرير دي كانت فين؟ في فارس والعراق والشام. فارس والعراق والشام طبعا دي كلها مدن أو بلاد آسيوية، يبقى إذا نقدر نطلع فارس والعراق والشام ونحط لو جالنا وقال لي اشتهرت صناعة الملابس الحريرية في بصفة أكثر، يعني على إيه؟ على مدى أوسع، في قارة إفريقيا ولا آسيا ولا أوروبا؟ هقول له في قارة آسيا. طب أنا جبتها منين؟ عشان بلاد فارس والعراق والشام في آسيا. ده بالنسبة للصناعات الحريرية. طب صناعة الورق، صناعة الورق دي عليها كلام مهم أوي يا شباب، ركزوا معايا. اهتم المسلمون بصناعة الورق اللي عرفوه منين؟ عرفوه من الصين. أمال كانوا الأول بيكتبوا على إيه؟ بيكتبوا على ورق البردي والرق اللي هو جلود الحيوانات. طيب لما يقول لك هنا اهتم المسلمون بصناعة الورق اللي عرفوه من الصين، والصين دي في آسيا، يبقى إذن كانت آسيا كان لها دور، أو نقول إن في تواصل، في تواصل أهو اقتصادي بين الدولة الإسلامية وبين الصين. شفنا التواصل ده إزاي يا شباب؟ إن إحنا عرفنا منهم صناعة الورق، يبقى كان في بيننا أي حاجة اتعملت، حد عمل حاجة من حد، يبقى ده دليل على إن كان في بينهم هما الاتنين تواصل. طيب حتة مستخبية قوي اللي هي حتة إيه بقى؟ بيقول لي هنا حرصت الدولة العباسية على إقامة مصانع في خراسان. إشمعنى خراسان؟ يجي لنا سؤال يقول لنا ليه؟ هقول له لأن خراسان قريبة من الصين، والصين إحنا عرفنا منها صناعة الورق، يبقى إذا عشانها قريبة منين؟ قريبة من الدولة أو المنبع اللي إحنا عرفنا من عندهم صناعة الإيه؟ الورق. طيب الحتة المستخبية قوي اللي أنا قلت لكم عليها اللي هي أكتر، اللي هي إيه؟ اللي أنا عندي مادام في صناعة ورق، يبقى هنا انتشر إيه؟ انتشرت حركة الترجمة، انتشرت مهنة الورقين، انتشرت التدوين والطباعة والنشر في العصر العباسي. يا شباب ربطوا معايا، محدش فيكم يتوه مني. أنا اتكلمت أول حاجة إن في عهد الدولة العباسية عرفنا صناعة الورق من الصين. طيب لما اقول صناعة الورق يعني اصبح في ورق كتير، بقى في ورق كتير. طب ما انا عارف ان كان في ترجمة في العصر العباسي، ازدهرت حركة الترجمة قوي قوي اكتر من الامويين في العهد العباسي. طيب الترجمة دي محتاجة ورق، يبقى انتشرت مهنة الورقين في العصر العباسي، انتشرت الترجمة او التدوين والطباعة والنشر في العصر العباسي. طب ايه اللي شجعهم وساعدهم ان هم عرفوا صناعة الايه؟ صناعة الورق. يبقى إذا الصين كان لها فضل بطريقة غير مباشرة في إيه بقى؟ في انتشار التدوين والطباعة والنشر ومهنة الورقين في الدولة الإسلامية. يعني ابقوا افتحوا تاني كده وعيدوا الكلام اللي أنا بقوله ده عشان تقدروا إن أنتم
استوعبوه. ندخل بعد صناعة الورق في الصناعات المعدنية. طبعا استخرجت الثروات المعدنية في الدول الإسلامية وانتشرت صناعتها بكافة أنحاء الدولة. فدام قال انتشرت الصناعات القائمة على المعدن في كافة أنحاء الدولة، يبقى استنتج على طول إن في ثروات معدنية في كافة أنحاء الدولة، مكانوش هيعملوا عليها صناعة لو ما كانتش هي متوفرة المعادن. طيب من أمثلة الصناعات المعدنية الصناعات القائمة على الحديد، والصناعة القائمة على الذهب والفضة. في عندي صناعة اسمها صناعة تكفيت المعادن، اللي هي تطعيم، إن أنا مثلا أجي بالصناعة عاملة صناعة كده مثلا تمثال أو أيا كان الصناعة اللي أنا عاملاها، كرسي أي حاجة، ممكن أطعمه بالذهب أو أطعمه بالفضة. أنا عاملاه مثلا من معدن تاني واروح مطعمه بالذهب او الفضه، بيقول لك. ودي كانت مشهوره قوي في الموصل، وبيقول لك امثله زي صناعه القناديل، القنديل والشمعدان. طيب ايه بقى الناتج التعلم المستخبي؟ ان انا لما اقول صناعه تكفيت المعادن، ده دليل على ارتفاع المستوى الاقتصادي. يعني انا ما بصنع حاجة من معدن واروح حاطط فيه كمان ذهب واحط كمان فيه فضة، ممكن يكون الذهب نادر فيبقى غالي او الفضة نادرة تبقى غالية، يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على ان في مستوى اقتصادي مرتفع. طب بيقول لي هنا وخصوصا في الموصل اللي هي في العراق، يبقى اذا استنتج ان الموصل كانت تتمتع بارتفاع ورقي في الناحية الاقتصادية، وانا عارف ان الموصل في العراق، وانا عارف ان العراق كانت بغداد العاصمة في العهد العباسي. معلش بقول لكم نواتج تعلم كتيرة، مش عايزاكم تتوهوا مني، بس لازم نعرف كل الحاجات دي. يبقى انا عندي بغداد كانت عاصمة الدولة الإسلامية في العصر العباسي، ومعروف العصر العباسي كان بيتمتع باتساع شديد فين؟ في رقعة الدولة الإسلامية، يعني فيها خيرات كتيرة، فعشان كده كان في ارتقاء في المستوى الإيه؟ في المستوى الاقتصادي. الصناعة الرابعة هي الصناعات الغذائية، وأعطيلي أشهر حاجة في الصناعات الغذائية وهي صناعة السكر، وأشهر بلد هي مصر. يبقى استنتج على طول يا شباب إن السكر بيتصنع منين؟ يا إما من القصب يا إما من البنجر. يبقى على طول وانا مغمض استنتج ان مصر كانت مشهوره بزراعه قصب السكر والبنجر، والدليل على كده ان هي كانت مشهوره بصناعه تكرير السكر. طب هي صناعه من السكر صناعه الحلوى. بعد كده الصناعات الزجاجيه من ادق الصناعات الكيماويه اللي نبغ فيها المسلمين. معنى كده ان الصناعات الزجاجيه مرتبطه بعلم الكيمياء، وبدام هما كانوا مشهورين في الصناعات الزجاجية، يبقى هما كانوا متقدمين في ايه؟ في علم الكيمياء، وخصوصا ايضا في مصر على وجه التحديد في مدينة الفسطاط اللي كان عملها عمرو ابن اللي انشأها عمرو ابن العاص لما فتح مصر. من امثلة الصناعات الزجاجية صناعة الاواني الزجاجية والقنينات بالزينة. الصناعة الاخيرة وهي الصناعات الخشبية. طبعا هنعمل ايه من الخشب؟ يا إما هنعمل منه أساس، يا إما هنعمل منه الأهم وهي صناعة السفن، وكانت موجود في الإسكندرية ودمياط والفسطاط واللاذقية وصور في بلاد الشام. طبعا الملاحظ هنا إن معظم مراكز صناعة السفن كانت موجودة على الساحل، سواء في الإسكندرية ودمياط أو اللاذقية وصور في الشام، دي كلها على ساحل البحر الإيه؟ البحر المتوسط. عندي صناعات خشبية زي صناعة الأرابيسك اللي عملوا منها المشربيات والشرفات اللي هي الإيه؟ اللي هي الشبابيك يعني. ده بالنسبة للصناعات الخشبية. هنا عندي طبعا لو أنت عايز تتعمق أكتر، تقدر تقول مثلا لو أنا قلت مثلا صناعة السفن هتزدهر أكتر إمتى؟ فلازم تربط برضو صناعة السفن على حسب احتياجنا ليها. لو كان في توسعات أو في فتوحات أو في هجوم من عدو، يبقى احنا هنقدر هنا نستنتج العصر اللي ازدهر فيه صناعة الايه؟
صناعة السفن. نسأل بقى كده على صناعة، انتعشت صناعة الورق في العصر العباسي نتيجة إيه؟ هل التواصل الاقتصادي مع حضارات الشرق؟ ولا هجرة علماء الغرب للدولة الإسلامية؟ ولا تقدم العلوم المختلفة؟ ولا الاهتمام بزراعة نبات البردي؟ طبعا التواصل الاقتصادي مع حضارات الشرق، قصدهم على هنا الصين يا شباب. تمت إقامة مصانع الورق في خراسان، ويرجع ذلك إلى طبعا احنا لسه قلنا أنها إيه؟ قريبة منين؟ من الصين اللي هي اللي عرفنا منها صناعة الورق. يعني إذا رقم اتنين قربها من دول ذات خبرة بنفس المجال. شوفوا في خبث السؤال، ما قالكش لأنها قريبة من الصين، جاب لك ما يديك نفس المعنى وهي قربها من دول ذات خبرة بصناعة الإيه؟ بصناعة الورق. ندخل في الجانب الثالث من جوانب الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي، هو الدرس طويل شوية بس استحملوني مع بس شوية كده. الجانب الثالث في الجوانب الاقتصادية أو الجانب الاقتصادي وهي التجارة. التجارة ازدهرت في الدول الإسلامية، وكان أحسن حاجة مشهورة بيها الدول الإسلامية إن هي كانت سايبة حرية التجارة، ما كانش فيه قيود على نقل السلع من مكان لمكان أو من ولاية لولاية. طبعا الحرية دي بتدي للتاجر إن هو يشجع إن هو يعمل التجارة بتاعته. الدولة الإسلامية أو الحكومة اللي هي الخلافة يعني أيا كان نوعها، لم تحتكر التجارة إن هي تاخد بضاعة معينة وتقول للتجار ملكوش دعوة بيها، لا كانت سايبة في حرية كبيرة للتجار إن هم يتاجروا بأي بضاعة هم عايزينها وينتقلوا من مكان لمكان. طيب هل هناك توفرت عوامل أدت إلى ازدهار التجارة في ظل الدولة الإسلامية؟ أيوة هناك عوامل. انتشار الأمن في ربوع الدولة، وجود شبكة مواصلات، وتزايد انتشار الحرف والصناعة، إن في صناعات متعددة. طيب قبل ما ننتقل على بقية عوامل ازدهار التجارة، تعالوا يا شباب مع بعض نطلع من الثلاث عوامل دول نواتج التعلم المستخبية قبل ما نروح على بقية العوامل. لما أقول انتشار الأمن أقدر أربطها بإيه؟ أربطها مين اللي بيخلي الأمن ينتشر في الدولة سواء كان زمان أو دلوقتي؟ طبعا القانون اللي هي القانون اللي هو إيه؟ اللي هو الشرطة، اللي هو تطبيق القانون من خلال مين؟ من خلال الشرطة. يبقى إذا بفضل الشرطة أدى إلى ازدهار التجارة بطريقة غير مباشرة، اللي هي مين؟ اللي هو وفرة الأمن أو انتشار الأمن. طب نمرة اتنين، لما أقول وجود شبكة مواصلات واسعة، اللي هي ايه مقصود بيها هنا؟ ايه تمهيد الطرق سواء كانت طرق تجارة برية أو بناء الأساطير اللي لسه قايلين من شوية، اللي هي صناعة الصناعات الخشبية، اللي هي ازدهار الصناعات الخشبية. لما أقول انتشار أو تزايد انتشار الحرف والصناعات، يبقى إذا ازدهار الصناعة أدى إلى ازدهار الإيه؟ ازدهار التجارة. يبقى هناك علاقة ارتباطية بين ازدهار الصناعة والنشاط التجاري. العامل الرابع تشييد المسلمين الخانات والفنادق. طبعا هنا الخانات اللي هي المناطق اللي كانوا التجار لما بيجي يسافروا بيقعدوا فيها ويستريحوا. طبعا هنا الرحلات بتبقى بعيدة، فلو انا تاجر وعارف ان انا هاخد مشقة في الطريق ومش هلاقي مكان اريح فيه او ارتاح فيه، انا مش هتاجر. فتشييد الخانات ادى الى ايه؟ ادى الى ان التجار اتشجعوا ان هم يمارسوا تجارتهم. طيب بناء الاساطيل لحماية السواحل من قرصنة اللصوص. يبقى هنا لما اقول اساطيل لحماية السواحل، يبقى انا قصدي هنا اساطيل تجارية ولا اساطيل حربية؟ طبعا اساطيل حربية اللي هي الناحية العسكرية. يبقى اذا هناك علاقة ارتباطية بين الاسطول الحربي وبين ازدهار حرفة التجارة من خلال ايه يا شباب؟ من خلال حماية السواحل من القراصنة. آخر عامل وهو الخلفاء، اهتمام الخلفاء بسك العملة اللي هي إيه؟ اللي هي تصنيع العملة، لأن العملة هتسهل لي عملية البيع والشراء، وخصوصا بقى لما تكون هنا في ضبط معاييرها. يعني إيه ضبط معاييرها؟ ضبط معاييرها يعني بتكون عملة مش مزورة أو مغشوشة موثوق فيها، فده طبعا يؤدي لازدهار الإيه؟ لازدهار التجارة. آخر حاجة إقامة الأسواق. طب إيه النتيجة اللي اترتبت على الدولة اهتمت بالتجارة؟ وشفنا أهو عوامل الاهتمام،
السبع حاجات اللي احنا شرحناها. طب لما هم وفروا السبع حاجات دول، ايه اللي ترتب على كده؟ اللي ترتب على كده ان هم بدأوا يبتكروا نظم مالية وتجارية، وأوروبا عرفتها منهم، ان هم من خلال كده أدى إلى انتشار الإسلام، وإن كمان التجار وهم رايحين جايين بينتقلوا من مكان لمكان أدى إن هم بقى عندهم خبرة بشؤون الحياة ومعرفة أخلاق الناس. حاجة كمان، بناء مراكز تجارية في بعض البلدان، مركز تجاري اللي هي سوق تجاري كبير. طبعا هنا أنا ممكن أجي على استفادة المسلمين من الخبرة بشؤون الحياة وأقول عليها ده أهمية أو ناتج اجتماعي. ناتج اجتماعي، احنا بنتكلم على التجارة ناحية اقتصادية وربطتها بإن كان ليها نتيجة مترتبة عليها، هي ناتج اجتماعي، معرفة أخلاق الناس والتعامل إيه؟ والتعامل معهم. ده بالنسبة يا شباب لنتائج مترتبة على اهتمام الدولة الإسلامية بإيه؟ بالتجارة. طب نيجي نشوف كده، إن بيقول لي هنا ساعدت على نشر الإسلام. طب نشوف كده مع بعض أثر التجارة في انتشار الإسلام. أنا هلاقي انتشار الإسلام في قارة أفريقيا وانتشارها في قارة آسيا. لما أجي أقول وأتكلم على انتشار الإسلام، كان ده في القرن الرابع الهجري. التجارة ازدهرت جدا جدا، فوهي بتزدهر نشرت الإسلام في نفس الوقت. أنا عندي منطقة شبه الجزيرة العربية من زمان جدا مرتبطة بقارة أفريقيا، كان بينها وبينها صلات سياسية واقتصادية ودينية. أنا حتة بالظبط في أفريقيا، شرق أفريقيا، وكمان كان في كيانات سياسية موجودة في شمال أفريقيا، اللي هي منطقة شمال أفريقيا اللي هي ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب إلى آخره. هذه الكيانات السياسية اللي كانت موجودة وبتحكم هذه المنطقة وكانت مسلمة، أدت برضو لنشر عقيدة الإسلام في هذه المنطقة. يبقى أنا عندي التجار بأخلاقهم وحسن تعاملهم وأمانتهم ساعدوا على انتشار الإسلام، والكيانات السياسية ساعدت على انتشار الإسلام. يعني الناحية السياسية والناحية الاقتصادية ساهموا في انتشار الإسلام. يعني يا شباب أنا ممكن أشلك الكيانات السياسية وأشلك التجار وأقول لك من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام في أفريقيا العامل السياسي والاقتصادي، ولا العامل السياسي والاجتماعي. يعني أديلك شوية عوامل تبقى أنت عارف أنا عندي هنا عامل ديني وعامل سياسي وعامل اقتصادي اللي هو التجارة والكيانات السياسية، والعامل الديني اللي هو الأخلاق. الأخلاق بتاعت مين؟ المسلمين اللي أخدوها منين؟ اللي أخدوها من الدين بتاعهم، أدى لنشر الإسلام. أعطينا أمثلة على كده زي برنو وتمبكتو وجاو، وكمان إن كان في ممالك إسلامية، يعني كانت إسلامية يعني اللي بيحكمها والناس مسلمين، زي مملكة غانا ومالي وصنغي، وكمان كان في مراكز ثقافية زي كلوة ومنبسة ومقدشي. ده بالنسبة لانتشار الإسلام في أفريقيا. انتشار بقى الإسلام في آسيا، طبعا كان في عندي جاليات إسلامية عايشة فين؟ عايشة في منطقة اللي هي الجزر اللي موجودة في جنوب شرق آسيا، يا إما جاليات موجودة ومستقرة، يا إما مسلمين تجار بيروحوا وبييجوا. المهم سواء دول أو دول، فساعدوا على انتشار الإسلام في الهند والصين والفلبين. طيب ده بالنسبة يا شباب للتجارة. ناخد بقى نختم بقى الناحية الاقتصادية بعنوان اسمه تأثر الغرب بالمسلمين اقتصاديا. يعني ايه؟ يعني انا هتكلم دلوقتي على ان اوروبا اللي هي الغرب اتأثرت بالمسلمين في الناحية الاقتصادية اللي هي الزراعة والصناعة والتجارة. طب ايه اتأثروا بينا ازاي؟ عن طريق ايه؟ أول حاجة الموقع، موقع المتميز للعالم الإسلامي أدى لوجود تبادل تجاري بيننا وبينهم، وخصوصا مين؟ بيزنطة، وخصوصا بيزنطة. فأنا طبعا هنا عليها ناتج تعلم اللي هو ايه؟ ان انا ممكن اجيب لك سؤال او يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ بالرغم ان في خلافات سياسيه وعسكريه، لان انتوا عارفين العدو اللدود للمسلمين من ايام الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين كانت بيزنطه، الدوله البيزنطيه، تمام؟ طيب بالرغم ان كان في عداء سياسي وخلاف عسكري وفي حروب بيننا، الا ان المصالح الاقتصاديه كانت موجوده بيننا وبين بعض. يبقى إذن المصالح الاقتصادية كانت أقوى من الخلافات.
طيب انا عندي هنا الثقافه، بيقول لك هنا تنقل الاوروبيين بين المدن الاسلاميه، كانوا بيروحوا ويجوا لانهم في تبادل تجاري، فلما هم كانوا بيجوا لنا كان عندنا حضاره فاطلع على حضارتنا وعلى ثقافتنا، فلما بيرجعوا بلادهم بالتجاره فنقلوا الحضاره بتاعتنا الى بلادهم. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا اصلا المسلمين كانوا موجودين وعاملين دولة إسلامية في صقلية اللي هي تبع إيطاليا وفي بلاد الأندلس، فلما احنا خرجنا من هذه المناطق ورجع حكمها أصحابها، فهنا حرصوا على إن هم يسيبوا كل المسلمين والعلماء بتوعنا من حضارة كانوا عاملينها في هذه المناطق ما جوش جنبها. أصحاب البلاد الأصليين سابوا مظاهر حضارة المسلمين عشان يستفادوا إيه؟ يستفادوا منها. ده دليل على ان كان المسلمين عندهم تقدم ايه؟ تقدم حضاري اثر فيهم ان هم ما يجوش جنبه ويسيبوه ويستفادوا ايه؟ ويستفادوا منه. بالنسبه للحاجه الثالثه وهي الزراعه، اللي هي تاثر الغرب بالمسلمين اقتصاديا، الزراعه. هنا الغرب تاثروا ببعض النباتات اللي اخذوها من عندنا وزرعوها في بلادهم، زي البطيخ والثوم والرز والسمسم والليمون وقصب السكر بالاضافه لمجموعة من التوابل والأصباغ والعقاقير، وكذلك إحنا اللي عرفناهم استخدام السكر في الطعام. ده بالنسبة يا شباب على الجانب الاقتصادي. بقى إحنا كده خلصنا الحياة الاقتصادية، زراعة وصناعة وتجارة، وأثر التجارة في انتشار الإسلام، وتأثر الغرب بالمسلمين من الناحية الاقتصادية. تعال نحل سؤالين كده. كانت التجارة الإسلامية سببا في نشر الإسلام بإفريقيا وشرق آسيا بفضل إيه؟ هل بفضل احتكار المسلمين للتجارة العالمية، ولا التزام التجار بالقواعد الشرعية، تكوين مراكز تجارية على البحر المتوسط، امتداد الفتوحات الإسلامية لجنوب أفريقيا؟ طبعا هي رقم إيه؟ رقم 2 اللي هو التزام التجار، هي أخلاق المسلمين أو أخلاق التجار. السؤال اللي بنا عليه اللي كنا شرحينه من شوية، أثبتت المصالح الاقتصادية أنها أقوى من الخلافات السياسية والعسكرية. هذه المقولة تنطبق على العلاقة بين الدولة الإسلامية ومين؟ طبعا قلنا العدو اللدود هو مين؟ الدولة البيزنطية. هندخل بقى كده في الناحية الاجتماعية. الناحية الاجتماعية نتكلم فيها على إيه يا شباب؟ طبعا هناخد فيها المقدمة زي ما احنا متعودين على أي حاجة بنشرحها، إن الحضارة الإسلامية تميزت واتسمت عن غيرها من الحضارات بطابع متميز في الجانب الاجتماعي. يعني الناحية الاجتماعية عند المسلمين لها رونق خاص بيها ولها ميزة خاصة بيها، إن كانت بتتميز الجوانب الاجتماعية كانت بتتميز بإن في توازن وفي تكامل بين الإيه؟ بين أفراد المجتمع. إن هذا التوازن والتكامل حقق العدل والمساواة، وكل فئات المجتمع الدولة الإسلامية بترعاها وبتحسن معاملتها. طيب لو أنا عايز أعرف المجتمع الإسلامي أو السكان في الدولة الإسلامية، أنا هقسمهم لحاجتين يا شباب. هقسم السكان في الدولة الإسلامية إلى عناصر السكان، وبعد كده ناخد هذه العناصر ونقسمها إلى طبقات. يعني إيه؟ يعني دلوقتي عناصر السكان عندي عنصرين. عناصر السكان عندي عنصرين، عنصر عرب اللي هم أصحاب الفتوحات، والموالي اللي هم اللي الناس عايشين في بلادهم وكانوا غير عرب والمسلمين راحوا فتحوا بلادهم، فالموالي دول دخلوا في الإسلام معايا وبقوا تبع المسلمين بس هم مش عرب. فأنا بقسم السكان أو عنصر السكان إلى عرب وإيه؟ إلى عرب وموالي. هل هم كانوا مختلفين؟ لأ، هم كانوا مختلطين مع بعض. اه دول عرب ودول موالي، بس كان في بينهم اختلاط، ما كانش في تمييز بينهم، ان ده لو عرب فانا اعاملهم كويس ودول موالي مش عرب اعاملهم مش كويس. لا، ده كان في عدل اجتماعي بين عناصر السكان سواء عرب وايه وموالي. هنروح جايبين بقى كده عناصر السكان دي ونروح مقسمينها لايه؟ مقسمينها لطبقات. هلاقي في طبقة عليا، طبقة وطبقة عليا تانية اسمها الطبقة الخاصة، وبعدين الطبقة الوسطى والطبقة العامة. يبقى أنا عندي الطبقة العليا بقسمها لألف وب، الخلفاء أو السلاطين أو الأمراء على حسب الحكم كان في أي دولة، ورجال الدولة اللي بيساعدوهم،
تمام، دي طبقة عليا. كمان الطبقة العليا اللي بسميها بين قوسين كده طبقة خاصة، وهي العلماء والأدباء وكبار التجار، دول طبقة إيه؟ طبقة عليا. طبعا هنا لو جيت أطلع فيها نواة التعلم هقول الملاحظ عليهم إن هم أقل الطبقات ارتباطا بالنشاط الاقتصادي. يعني أجي أبص كده ألاقي الخلفاء أو أصحاب الدواوين أو الجيش ملوش دعوة بالنشاط الاقتصادي، والعلماء والأدباء ملهمش دعوة بالنشاط الاقتصادي، إنما بس هي كبار التجار، يبقى هم أقل ارتباطا بإيه؟ بالنشاط الاقتصادي. الحاجة التانية اللي أنا أقدر أطلعها في الطبقة الخاصة علماء وأدباء، إن أنا لما أخلي العلماء من الطبقة العليا أو أسميها طبقة خاصة، يبقى أنا عندي هنا إن الدولة الإسلامية بتهتم هنا بإيه يا بنات ويا شباب؟ بتهتم بالناحية العلمية، بتهتم بالعلوم، ده الدليل، تمام؟ والأدباء يبقى أنا عندي هنا ظهور الناحية الأدبية، والدليل على كده إن خصصت الأدباء في الطبقة الخاصة أو في الطبقة العليا. كبار التجار إحنا قلنا إن هنا ناحية اقتصادية، إلى العنصر الوحيد في الناحية الاقتصادية وهي كبار التجار في هذه الطبقة. ندخل بقى في الطبقة الوسطى، واللي هم مين بقى؟ اللي هم أصحاب الأملاك والتجار اللي هم أصغر من كبار التجار، ورؤساء الحرف الصناعية اللي إحنا كنا اتكلمنا عنهم. و لو جينا نطلع نواتج التعلم هنلاقي ان ده كل ما كانت القاعدة بتاعت الناس دي عددها كتير، اقدر استنتج من كده ان في تقدم ورقي المجتمع. محدش يلخبط، محدش يقول ان الطبقة الخاصة العلماء والادباء وكبار التجار ان كل ما زادوا، لا، هو عندك هنا بيفهمك نقطة. هو ليه انا بقول ان الطبقة الوسطى كل ما كان الطبقة دي عددها كتير او اتسعت أدى إلى تقدم المجتمع، أو مدى بيدل على مدى تقدم ورقي المجتمع. لأن يا شباب دلوقتي لما أقول شوفوا كده العناصر بتاعتها، هم دول اللي قايم عليهم الإيه؟ هم والطبقة العامة هم اللي قايم عليهم النشاط الاقتصادي. فكل ما كان عند الناس دي عددها كبير، كل ما كان في اتساع في النشاط الاقتصادي، تمام؟ يبقى إذا أنا عندي دلوقتي الطبقة الوسطى وطبقة العامة من فلاحين صغار تجار أصحاب الحرف البسيطة، دول الاتنين دول هم عجلة الإنتاج في الدولة الإسلامية أو في المجتمع الإسلامي اللي قام عليهم الإيه؟ اللي بيتركز فيهم النشاط الإيه؟ النشاط الاقتصادي في الطبقتين دول، تمام؟ طيب ده بالنسبة لطبقات المجتمع. ندخل بعد كده، أنا حتى عاملة لكم الملاحظة أهي اللي إحنا قلنا عليها. طيب لو انا جا اقول هل كان النظام الطبقي ده دليل على ان كان في تمييز بين الطبقات؟ يعني كان في تمييز، كنت بعامل الطبقة الغنية والطبقة العليا معاملة، وطبقة العامة او الوسطى معاملة تانية؟ لا، لم يكن النظام الطبقي في الاسلام نظام قائم على التمييز. في فرق بين التمييز العنصري او الطبقي ووجود نظام الطبقات. الطبقات ده موجودة في القرآن الكريم، ربنا خلقنا درجات عشان كل واحد يخدم التاني، كلنا نكمل بعض. إنما الدولة الإسلامية لم يكن هناك تمييز بين الطبقات، لا على أساس دين ولا جنس ولا لون، إنما الكل كان متكامل وكله بيكمل التاني وكلهم متساويين أمام القانون. فعشان كده المجتمع الإسلامي كان يتميز عن غيره من المجتمعات بإيه؟ بالتلاحم وبالتداخل والاندماج الاجتماعي. الدليل ده على إن في وحدة المجتمع والاندماج الاجتماعي اللي إحنا لسه قايلينه أهو. سمات المجتمع الإسلامي إن كان بيتميز بإيه؟ بالرحمة، بالعدل، بالمساواة، بالتعايش دون تمييز، وإن كان في اندماج، وإن كان في وحدة المجتمع. وأعطينا أمثلة من التاريخ الإسلامي زي سلمان الفارسي لما كان متعايش مع بلال اللي من الحبشة، متعايش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو العربي. أهو يعني غير عرب مع العرب. وفي نفس الوقت الدليل على إن كان في اندماج وكان في وحدة مجتمعية بين العرب وبين الموالي، إن ظهر لي منهم
ظهر لي منهم رجالات من الفقهاء والأدباء والقضاة والعلماء، يعني مثلا أبي حنيفة ولا ابن سينا مش عرب، ومع ذلك كان لهم باع كبير في العلوم بتاعتهم. يبقى ده دليل على إيه؟ دليل على إن الدولة الإسلامية كانت بتوليهم الولاء الإيه؟ المعاملة الحسنة، وإن ما كانتش بتفرق بينهم وبين العرب، عشان كده ظهر منهم العلماء والأطباء والوزراء ورجال الدولة والساسة، وكانوا بيحكموا في الدولة الإسلامية زيهم زي العرب. طيب ده بالنسبة لمين؟ دول بالنسبة مثلا للموالي، ونقول عليهم مسلمين. طيب أهل الذمة الغير مسلمين، هل كانوا بقى بيعاملوا معاملة تانية عشان هم مش مسلمين؟ لا، ده عاش أهل الذمة في قلب المجتمع الإسلامي كأنه نسيج واحد دون تمييز بين طبقات وبين عناصر. المجتمع الإسلامي كان مفيش فيه تمييز لا بين الطبقات ولا بين العناصر، سواء العرب أو الموالي أو أهل الإيه؟ أو أهل الذمة. ندخل بقى على آخر جزء في درسنا قبل ما ناخد الأسئلة، وهو مكانة المرأة ودورها في المجتمع. مكانة المرأة ودورها في المجتمع. لو جيت أشوف مكانة المرأة ودورها في المجتمع الإسلامي، هلاقي إن الإسلام رفع من شأن المرأة وأحاطها برعاية وحماية، وأصبح قدرها إيه؟ أصبح قدرها لا يقل عن الرجل، زيها زي الرجل بالظبط. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما النساء شقائق الإيه؟ شقائق الرجال. يعني معناها إيه؟ يعني إن في مساواة بين المرأة وإيه؟ والرجل في المجتمع الإيه؟ في المجتمع الإسلامي. تمام يا شباب؟ طيب تعال نشوف بقى أدوار المرأة في الدولة الإسلامية. في عندي دور سياسي وحربي، ودور دعوي وعلمي، ودور اجتماعي. سياسي وحربي، المرأة كان لها دور في السياسة وفي الحرب. أيوة، فاكرين بيعة العقبة في الترم اللي فات، لما كان في امرأتين في هذه البيعة، بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت شاركت في المعارك زي غزوة أحد وغزوة خيبر وحنين وحروب الردة، إن هم كانوا بيخرجوا يطبقوا ويداوموا الجرحى ويحثهم الرجال على إن هم يشجعوهم على القتال. عندك صحابيات أمثلة على كده زي نسيبة بنت كعب وأسماء بنت يزيد الأنصارية. كذلك أيضا كان لها نفوذ واسع في المجال السياسي. فاكرين لما كنا بنشرح الدولة الفاطمية واتكلمنا على ست الملك على سبيل المثال ورصد، طبعا ده كانت مشتركة في الايه الحكم. يبقى لها دور سياسي ولها دور حربي. الدور اللي بعد كده اللي هو الدور الاجتماعي، طبعا هنا كانت لها أعمال خيرية، زي إن هي كانت بتشارك بأموالها ببناء في بناء المساجد أو الربط، اللي هي مكان كده بيوفروا فيه كل سبل الراحة والرعاية للأيتام والفقراء والمساكين وأكل وكل حاجة. وطبعا كانوا بيراعوا النساء الأكثر احتياجا. طبعا هنا أنا عندي يا شباب الحتة دي ممكن أطلع وأقول إن هنا المرأة ساعدت على تحقيق مبدأ التكافل في الإسلام. يبقى أنا كان عندي تكافل في الإسلام من خلال دور المرأة من الناحية إيه؟ من الناحية الاجتماعية، لما أنشأت الإيه الربط اللي إحنا قلنا عليها. طيب تفتكروا كده بينا وبين بعض، مين أكتر طبقة من طبقات المجتمع اللي قلنا عليها؟ عندي طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة العامة. مين أكتر طبقة اللي هتستفاد من دور المرأة في الناحية الاجتماعية؟ طبعا هي طبقة إيه؟ وإحنا مغمضين طبقة العامة. الدور بقى العلمي والدعوي، عشان ندخل بعد كده في جزء أخير وبعدين ناخد الأسئلة. طبعا هنا التاريخ الإسلامي حظي بنماذج مشرفة زي السيدة خديجة و السيدة كمان عائشة، اللي كانت حافظة أحاديث كتيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت المرأة تتميز في العصر الأموي أيضا بالفصاحة والبلاغة وحب العلم. آخر حاجة، تأثر الغرب بالمسلمين اجتماعيا. زي ما احنا اتكلمنا على تأثر الغرب بالمسلمين اقتصاديا، هنتكلم على تأثر الغرب بالمسلمين اجتماعيا.
ده ظهر في إيه؟ ظهر مثلا في الملابس وأدوات الزينة والاحتفال بالأعياد ومواعيد الطعام، كل ده أخدينه من مين؟ أخدينه من المسلمين. كذلك طرق الصيد، كذلك استخدام الحمام الزاجل لنقل البريد، تنسيق الحدائق، الرفق بالحيوان، كل ده واخدينه من المسلمين. يعني إذا الرفق بالحيوان لما بنشوف دلوقتي لم يكن الغرب هم أصحاب حضارة وإن هم عندهم رقة ورفق بالحيوان، ده أخدينه من مين؟ أخدينه من الحضارة الإسلامية. يبقى كان المسلمون كانوا أكثر تقدما ورقي ورعاية بإيه؟ بالحيوان، ها؟ من قبل مين؟ قبل ما نشوف الغرب بيعملوا كده في العصر الحديث. كذلك ممكن نشيل كلمة استخدام الحمام الزاجل لنقل البريد ونقول الاستفادة بوسائل الاتصال، يعني هنخلي الحمام الزاجل دي وسائل الاتصال. هناخد بقى كام سؤال كده وننهي حصتنا. بنقول يعد أهم بحار العالم التجارية وله دور ثقافي وحضاري مهم في الدولة الإسلامية، هل هو البحر الأحمر ولا المتوسط ولا الأسود ولا الصين؟ طبعا هنا البحر المتوسط، والدليل على كده يا شباب فاكرين المراكز الثقافية اللي تم إنشائها نتيجة التجارة وتأثر الغرب بالناحية الاقتصادية ودولة بيزنطة، هي دي كلها عن طريق البحر الإيه؟ طريق البحر المتوسط. تحققت أهم مظاهر العدالة للفلاحين في المجتمع الإسلامي، العدالة الاجتماعية للفلاح شفناها من خلال إيه؟ من خلال لما ربطنا الضرائب بالإنتاج، ولا اهتمينا بالعلوم الزراعية، ولا طورنا أساليب الزراعة، ولا المساواة في دفع الضرائب؟ طبعا ربط الضرائب بالإيه؟ بالإنتاج. أنتج كتير يدفع على قد إنتاج، وما أنتجش محاصيل يبقى يدفع على قد برضو الإنتاج البسيط. ظهر الموالي كعنصر فعال في المجتمع الإسلامي منذ عصر مين؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام. من خلال دراستك لطبقات المجتمع الإسلامي، ارتبط استقرار المجتمع ورقيه بالدولة الإسلامية، ها؟ رقيه استقرار المجتمع. طبعا استقرار المجتمع يبقى الاستقرار هنا بيعتمد على ايه؟ ها؟ بيعتمد على الطبقة اللي هتقعد ايه؟ تشتغل، هتشتغل عشان تطلع انتاج عشان الناس اللي موجودين في المجتمع ياكلوا ويشربوا ويلبسوا كده، طبعا هتبقى الطبقة الايه؟ الطبقة الوسطى. من مظاهر تأثر الغرب بالمسلمين في المجال الاجتماعي، ها؟ هل تطور وسائل الاتصال؟ ولا بناء الرُبط لمساعدة الفقراء؟ ولا ازدياد دور المرأة في المجال العلمي؟ ولا القضاء على الفوارق الاجتماعية؟ طبعا أنا لسه أطلع من دول هي تطور وسائل إيه؟ وسائل الاتصال. بكده خلصنا حصتنا، وإن شاء الله يبقى لنا حصة أخيرة وبعد كده ناخد المراجعة النهائية. أستودعكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.